مريم مريم سي علي، انت ايه اللي صحاك؟ انا جايبه لك الفطار لحد السرير. اعملي لي قهوه. طيب غير رأيك الاول وافطر وانا هعمل لك. قلت لك اعملي لي قهوه. ثواني وتكون جاهز. وانا نايم من امتى؟ من 3 الصبح يا حبه عيني، كنت تعبان قوي ومش طايق روحك. بس عارف يا سي علي، على قد وجعك اللي قاهرني ده، على قد ما انا فرحانه قوي ان انت اطمنت لي وفتحت لي قلبك وحكيت لي على كل اللي تعبك. وانا حكيت لك ايه؟ كل حاجه يا اخويا، عن صاحبك ومراتك وللات الاصل الواطيين اللي لا بيصونوا العشره ولا اللقمه الحلال. بس اطمن يا اخويا، انا بقى اللي هجيب لك الواد اللي من صلبك ويطلع شبهك الخالق الناطق. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ منك انت يا سي علي، انت اللي قلته لي. الكلام ده ما اتقالش وانت ما سمعتهوش. وده اللي تخلي فيه من الصلب ده؟ ها؟ هو انا بقيت ايه؟ ها؟ فاهميني بقيت ايه؟ انت سيد الناس يا سعال. سيد الناس يا بنت الكلب. ابو سيدك يا سعال، انا ما عملتش كل ده. ما عملتيش؟ لو حد سمع كلمه من اللي اتقال هقطع لسانك. يهد يا بنت الكلب. اجزمه، انت بتسقع يا بنت ولا ايه؟ ها؟ سقع عليا ولا ايه يا بنت؟ سقع عليا. يا عليا، وانت بنت الكذبه.